احنا صنعنا اكتر قطر امور في العالم. امور ازاي لو سمحت؟ ممكن تورينا؟ تصور اكبر كاميرا في العالم اتعملت عشان تصور لما نكون قاعدين في المكتب ويطلع لنا اعلان شغال بقاله 122 سنة غير ما الشركة المعلنة تدفع فيه دولار واحد، يبقى كان لازم نعرف قصته ونحكيها هنا. الحكاية بدأت سنة 1899 في امريكا، لما مؤسسة السكك الحديد صنعت قطر جديد وكان اسمه The Alton Limited. وبشوية بحث اكتشفنا ان القطر ده اتصنع في ظروف صعبة جدا، لان تشغيله سنة 1900 كان هيتزامن مع بداية العمل في اول خط انتاج للسيارات في العالم، واللي كانت بتشتغل عليه شركة أولدزموبيل في امريكا برضو. وده معناه ان الهيئة كانت بتواجه منافس لأول مرة، بس الهيئة لعبت لعبة خلت المنافسة مستحيلة. القطر ده الحاجة الوحيدة المميزة فيه هي ان شبابيكه كانت قد بعض بالظبط، وعشان كده خرج فريق المهندسين اللي عملوه بتصريح للشعب الامريكي كله، والتصريح كان بيقول احنا صنعنا اكتر قطر امور في العالم. امور ازاي لو سمحت؟ ممكن تورينا؟ لا، احنا لازم نكرم القطر بتاعنا. عشان كده قررنا اننا نصنع اكبر كاميرا في التاريخ عشان نصوره صورة تليق بجماله وتبين كل تفاصيله. وبالفعل فريق التصنيع اتفق مع المصور جورج لورنس على تصنيع الكاميرا، وبعد ما عملوها في شهرين ونص واستعينوا ب 15 عامل عشان يركبوها عند القطر، وقفوا العمال لمدة دقيقتين ونص، اتلقطت فيهم الصورة اللي دخلتهم كلهم التاريخ. من وقت التقاط الصورة ودول كتيرة مش بس امريكا كانوا بيتكلموا عن اكبر كاميرا في العالم. خبر الكاميرا انتشر بسرعة رهيبة كأول كاميرا تم إنتاجها بالمواصفات والتكلفة دي، وجت سنة 1900 وكسبت هيئة السكك الحديدية رهانها لما وصلت الدعوة للمصور جورج لورنس علشان ينضم لمعرض باريس الملقب بإكسبوزيسيون يونيفرسال، وده كان واحد من أهم المعارض على مستوى العالم. اتعمل سنة 1900 كاحتفال بكل الإنجازات اللي حققها البشر في المئة سنة اللي فاتوا. سافر جورج وهناك قابل جمهور ملهوش آخر، ولما الناس طلبت تتفرج على الصورة اللي لقطتها الكاميرا كانوا بيشوفوا صورة لقطر The Alton Limited، بس جوه إعلان بيقول أوسم قطار في العالم طريقك الوحيد من شيكاغو لسانت لويس. صحيح بعد الواقعة دي شركة أولدزموبيل للسيارات لفتت انتباه القائمين على صناعة وسائل النقل بإنجازاتها، لكن هيئة السكك الحديدية كسبت جمهور تاني خالص بيتكون من كل المهتمين بالفنون والتكنولوجي على مستوى العالم، واللي بقى لهم 122 سنة بيشاركوا صورة القطر وإعلانه من غير ما يكلفوا الهيئة دولار واحد. ودي كانت قصة الصفقة اللي ممكن نعتبرها أنجح صفقة إعلانية في العالم، وتقدر تتعلم منها حاجتين. أول حاجة، لما تفكر برا الصندوق فكر بعيد مش جنب الصندوق، وتاني حاجة تابعنا عشان تعرف قصص أكتر. لا هو ده دمي تقيل اول مره دي، صح؟ ايوه انا عايزه ابقى مبالغ فيه، مش حاسه ليه ساكته كده، ما قمطه في قمطان في الموضوع. انا كنت اسعد من كده على فكره.